اليوم حنعمل مع بعض عجنة تنفع لكل أنواع الفطائر وللخبز وللبيتزا. هي عجنة كتير سريعة. دقيق 1 كيلو، سكر 3 معالق 53 جرام، ملعقة صغيرة ملح 4 جرام، وخميرة ملعقة صغيرة 5 جرام. خلط المكونات، وضع الماء 3 كوب ماء 600 جرام أو 600 ملي، عجن تقريبا 5 دقائق حتى تنسجم العجنة. هيك صارت جاهزة، بنريحها 10 دقائق. بنقطعها نعمل أجزاء الحجم اللي احنا عاوزينه، خليها ترتاح 10 دقائق. سبانخ، بابريكا، بصل، طماطم، ثوم، معجون الطماطم، دبس الرمان، فلفل أسود، مرق الدجاج أو البقر حسب الموجود متوفر، أو ممكن ملح بديل. نخلط المكونات مع بعض ونوضعهم على 500 جرام من اللحم الأحمر يكون مدهن. نفرد العجين بالشكل اللي احنا عاوزينه. بنضيف الخليط، اللحمة مع الخضار، نعمله بالشكل احنا حابينه، وبنخبزه على حرارة عالية من فوق ومن تحت على أعلى شيء مثل ما انتو شايفين. هان ممكن احنا نفرد على كونفليكس مطحون أو دقيق عادي اختياري، بس ولكن ممكن تجربوا كونفليكس مطحون. نوضع اللحمة والجبنة وصلصة الطماطم، بنسكرها، نرفع للزيادة. هيك جاهزة للخبيز. نفس الشي الفرن أعلى شي، مدهن زبدة مثل ما انتو شايفين. كفتة، فلفل أسمر، ومرق الماجي، والبصل. طبعا العجنة نشكلها مثل ما احنا حابين الحجم اللي احنا بدنا اياه، وصلصة البندورة او الطماطم او صلصة البيتزا حوضع الرابط في صندوق الوصف. طبعا مكونات اختيار، المكونات بس مجرد افكار، والحجم وحجم العجنة ممكن انتو تضاعفوا حجم العجنة، تعملوا 2 كيلو، 4 كيلو، دقيق، 3 كيلو، انتو حسب احتياجكم. نوضع صلصة البيتزا وهيك جاهزة.
دائما المخبوزات لازمها حرارة عالية. المخبوزات زعتر 200 جرام زيت و200 جرام زعتر، نخلطهم مع بعض. زيت زيتون طبعا، وهيك صارت جاهزة. ممكن نوضع جبنة فوق الزعتر. الخبز الشاورما أو الخبز السوري، نفس الشيء ممكن نعمل بيتزا، نفردها على أنا فردتها على دقيق الكونفليكس أو كونفليكس مطحون، أو ممكن على دقيق عادي نفردها. طبعا اختياري المكونات. هذه صلصة الريحان. هذه بالجمبري، وهذه بالكفتة، وهذه باللحمة. هذا الخبز البلدي أو العيش البلدي. بصل، بقدونس، وزيت، وبيض. نوضع الخليط في الوعاء، نوضع الجبنة فيتا وجبنة صفراء وسمسم ثوم وبصل جاف وحبة البركة وفلفل أسود ومسحوق المرق. أنا بعمل الفيديو يكون سريع شوية عشان ما يكون الفيديو كتير طويل. صلصة الريحان نوضع العجنة بالزيت ومنفردها ونلفها ونريحها قليل. بنلفها ونريحها قليل نفس الشي. نضغط عليها وعلى المقلة.
خبز مشلتت. كثير لذيذ. مثل ما انتم شايفين نفس الشيء، هذا عرايس باللحمة أو صفيحة اللحمة. طبعا طريقة اللحمة عملتها الوصفة اللي قبلها، ما بدي أكرر نفس الشيء. نوضع دبس الرمان، وهذه فطيرة اللحمة مثل ساندويش الهامبرجر. نضع حب البركة والحبة السوداء، هيك جاهزين. ممكن نعملها ساندويش همبرجر. طبعا المكونات كله اختياري، مجرد افكار. فطيرة السبانخ نفس الشيء، ولكن سبانخ طريقة السبانخ معمولة بأول الفيديو، ما بدي أكرر نفس الشي. وضع السمسم وهيك جاهزة. ممكن نعملها عبارة عن سندوتش، نوضع بيض مسلوق، وممكن بجنبها خلال الخيار أو طرش الخيار. كتير لذيذة وروعة. هذا بالقرفة، مثل الفطير مشلتت بالقرفة. 100 جرام قرفة و200 جرام سكر. تعمل كمية كبيرة، السكر والقرفة بيعمل كمية كبيرة، 200 جرام. بعد ما ترتاح نضغط عليها وعلى المقلة، هيك صارت جاهزة. كتير طيبة. ولا تنسونا اشتراك القناة. كل عام وانتم بألف خير. انتظرونا بوصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.